امبارح كنا بنتكلم مع حضراتكم على نماذج من السيدات المصريات الملهمات، واللي اختارتهم حوالي 12 سيدة كانت اختارتهم مجلة فوربس الشرق الأوسط كأكثر السيدات، أو من بين أكثر السيدات 100 سيدة تأثيرا في الشرق الأوسط. دولة الإمارات جت في المركز الأول ب 15 سيدة أعمال ورائدة مجتمعية، مصر كانت في المركز الثاني ب 12 سيدة، واستضفنا عدد منهم امبارح وطبعا شرفونا هنا، وحقيقة كان جهد كبير جدا لازم نشير إليه من السيدات المصريات. ولكن كمان في سيدات مصريات ليهم أدوار كبيرة في نواحي بقى تانية، في العلم، في التفكير. سيدة مصرية تكون مثلا مهمومة أو بتطوير فكرة السيارات والطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية، تشتغل على ملف زي تحويل السيارات إنها تشتغل بالطاقة النظيفة أو الطاقة المتجددة. ليها إسهامات كتير جدا الحقيقة في مجال البحث العلمي. وجه مصري مشرق ومشرف. يسعدنا أن تكون معنا الدكتورة إيريني إستمالك، استشاري الهندسة البيئية ونائب رئيس الهيئة الألمانية للتعاون الدولي. دكتور إيريني مساء الخير، سعداء بوجود حضرتك معنا. أهلا بحضرتك يا أستاذ عمرو، أنا أسعد بك. أهلا بحضرتك. يعني جهد أكيد طويل ما شاء الله، ونجاحات في مجال تطوير فكرة الكهرباء والاعتماد على الطاقة النظيفة. يعني تحديدا إيه وجه الاهتمام الشديد حضرتك شايفة أو المتنامي في العالم بهذا التوجه، السيارات النظيفة، السيارات الكهربائية؟ أولا هي بتبتدي من مشكلة البيئة اللي احنا كلنا دلوقتي أخيرا يعني بدينا نحس بيها وبدأنا نهتم بيها، ولسنا عند العالم كله مهتم بمشاكل البيئة. ومشاكل البيئة الحقيقة المفتاح بتاعها أو كلمة السر فيها هي الطاقة، لأنه زي ما احنا عارفين إنه ارتفاع درجة حرارة الأرض والمشاكل اللي بتترتب عليها طبعا. اللي حصلت في السنين الأخيرة كانت مبنيه بشكل اساسي على استخدام الطاقه اللي احنا بنسميها الطاقه الاحفوريه اللي هي جايه من البترول والغاز والفحم. صحيح. فاستخدام الطاقه دي اثر تاثير سلبي جدا على البيئه، يعني 120 سنه اللي فاتت ارتفعت درجه حراره الارض درجه 1.1 درجه، وده ارتفاع كبير جدا. احنا يعني واحد دي مش مدينا الاحساس الحقيقي، لكن دي اعلى درجه حراره خلال 2 مليون سنه يعني. أكيد. فالفكره انه علشان نقدر نتغلب على كده لازم نرجع للي سببه واللي هي الطاقه. فالحل الوحيد ان احنا نحاول نستخدم زي ما احنا دلوقتي بدانا نسمع عن فكره الطاقه المتجدده. وطبعا استخدام الطاقه المتجدده ده محتاج ان احنا يعني يبقى عندنا الفكر الاساسي ان احنا نستعمل الطاقه دي، وفي نفس الوقت نبتدي نستخدم بقى او نعمل فكره التبديل ان احنا نستبدل طاقه بطاقه. فده التوجه حاليا في العالم كله، انه ازاي نحاول نوقف ارتفاع درجه حراره الارض من خلال الطاقه دي. والبلان اللي محطوط او اللي احنا لازم نوصل له ان احنا 2030 الانبعاثات الحراريه او ارتفاع درجه الحراره دي لازم تقف بنسبة 50%، و 2050 نوصل لصفر انبعاثات او من الغازات اللي احنا بنسميها الغازات الدفيئه او الغازات اللي هي بتسبب لا. طيب حضرتك ليكي دور كبير قوي وليكي مجموعه من الابحاث والمشروعات العلميه الدوليه المتعلقه بتحويل المخلفات الى طاقه. الفكره ازاي نقدر نعمل ده، خصوصا زي عندنا مثلا في مصر والوكالة أو الهيئة الألمانية للتعاون الدولي، وحضرتك نائب رئيس الهيئة أكيد لكم دور في الإطار ده، فكرة نقل الخبرات الألمانية أو الخبرات الدولية ومساعدة مصر أو التعاون مع مصر في هذا الإطار، إلى أي مدى ده بيتم؟ إلى أي مدى ده بيحاصل فيه تعاون مع وزارة البيئة في مصر؟ الحقيقة احنا يعني أنا بشتغل في مصر من سنين طويلة يعني، واشتغلنا في محطة كبيرة قوي زي محطة الجبل الأصفر اللي تعتبر أكبر محطة في الشرق الأوسط، بتشتغل بنظام الدايجستور اللي هو نظام تحليل الحمأة أو الفضلات اللي بتبقى في محطة الصرف الصحي لطاقة. ويعني ده يعتبر
حاجه او محطه كبيره او المحطه دي حاليا هي اكثر من 2 مليون نصف مكعب في اليوم، هي محطه ضخمه جدا بتشتغل بالتكنولوجي. فكره تحويل الفضلات لطاقه هي زي ما احنا كنا لسه حالا بنتكلم عليها النهارده، ده الترند او ده الحاجه اللي لازم تحصل، ان احنا الفضلات بنتعامل معاها على انها مصدر مش على انها حاجه تلوث البيئه يعني. لا احنا بنعيد استخدامها وناخد منها كمان طاقه، ويعني يمكن السيستم ده بيشتغل انه احنا بنشغل المحطه نفسها بالطاقه اللي بتتولد منها. ويعني زي ما قلت لحضرتك ده حتى موجود في مصر دلوقتي، بناخدنا محطات بالسيستم ده. عظيم عظيم، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور إيريني استمالك نائب رئيس الهيئه الالمانيه للتعاون الدولي، شكرا جزيلا لحضرتك.